اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. وصلنا لمحطه التحليل الفني والقراءات الفنيه للاعبين للفرق للوقفات للاحداث. طبعا ذكرنا في فتره الاخبار وتوقفنا مع حدث محزن، تحطم طائره فريق تشابونيسي البرازيلي المتوجه لبطوله كوبا السود امريكا. سيكون ايضا المحطه الاولى في هذا التقرير كثير من الوقفات والتعاطف. أيمن أهلا بك ومرحب بك، والبداية في التحليل بخبر حزين. مرحب بك، فعلا الليلة أحزننا كلنا، خبر حزين جدا. فريق يعني ذكرتنا حتى بكل الكوارث قبل زامبيا ومانشستر يونايتد، ويعني حاجة محزنة جدا. هو التحطم حاجة محزنة عموما، أي طائرة تقع الناس كلها تتأثر في أي مكان في العالم. صحيح. كمان ناس الرياضة بصفة خاصة في طائرة إنه فيها تيم زي ده وماشي يعني بفرحة إنه ماشي يلعب نهائي كاس، يعني فريق هو بيمثلوه بليستر الإنجليزي، إنه ميزانيته 46 مليون اللي هي تعتبر ميزانية ضعيفة جدا جدا في البرازيل، وغلب هالميراس وغلب الفرق الكبيرة، وخلاص آخر مباراة لو فاز كان حيكون موجود في الكوبا ديرس المسابقة الكبرى في أمريكا الجنوبية، تعادل تشامبيون ليج في أوروبا وأفريقيا. فشي محزن جدا جدا الخبر، ويعني هز كل العالم الرياضي حقيقة الخبر. أكيد صحيح، ولو ذكريات بالتأكيد كان في لقطات يمكن آخر العالم تعاطف بالتأكيد، لأنه ده مجتمع رياضي ومجتمع واحد بكل تأكيد. الفرق الكبيرة كلها تحدثت عن هذا الحادث، ودقيقة حداد شاهدناه في أكثر من ملعب وفي أكثر من تدريب. بالتأكيد هذا هو تعاطف وأمر واحد، لأن وسط الرياضي وسط متشابك ووسط بالتأكيد متحد في كل المناسبات، كما يشهد الأفراح ولا البطولات ويقف. هذا الموقف بالتأكيد موقف إنساني كان لهذا الفريق، يعني ريال مدريد، برشلونة، عدد من خليها أسميها كابتن أيمن أصبحت واجبات. التفاعل ده كان واجب لكثير من الفرق، خاصة الفرق الكبيرة عندها شعبية في كل العالم منتشر. لا، كل الفرق اللي تمرنت بعد الخبر ما طلع كلها وقفت دقيقة حداد في كل أنحاء العالم، والأضواء تسلط على الأندية الكبيرة، التمارين متابعة، برشلونة، ريال مدريد إنهم واقفين على دقيقة صمت، لكن كل الأندية كل اللي تمرنت بعدها، حتى الاتحاد الأمريكا الجنوبية وقف نهائيا تمرين ريال مدريد الليلة، والوقفة الدقيقة الصامتة. حكاية برشلونة، أي فريق يتمرن في العالم بعدها أكيد وقف. اتحاد أمريكا الجنوبية وقف النشاط نهائيا، حتى الفريق أتلتيكو الناشونال الكولومبي الماشي يلعب ضده يعني أداهم الكاس، يعني قال إنه هو الكاس خلاص يبقى حقهم. ويعني حتى الاتحاد البرازيلي مقدمين خطوة إنه يقاعدون 3 سنوات ما ينزلوا درجة تانية، وإنه يدوم حرية إنهم يشتروا لعيبة زي ما هم عاوزين في إعارة عشان يكون الـ3 سنوات الجاية على أساس إنهم يكونوا موجودين. فيعني هي حاجة مؤثرة وحاجة محزنة جدا. نعم، وكانت له لحظات تأكيد، لحظات فرح. نحن هنتابع في ممكن آخر فيديو أو آخر لقطات لهذا الفريق اللي كان مفاجأة في أمريكا ومفاجأة لكل الغارة بإنجازاته وبأيضا صعوده للمباراة النهائية. نعم، كانت دي فرحة التأهل لهذه يعني ما في زول كان متوقع يغلبوا سان لورينزو الأرجنتيني الفريق العريق، تغلبوا عليه وتغلبوا على بالميراس
البرازيلي الأكبر نعم. منهم ميزانية بأضعاف يعني هم فريق كان بيغلبوا كل الفرق الأكبر منهم. دي كانت يعني هو في من 2008 ما قدروا يصعدوا درجة رابعة، بعد ذاك مشوا بسنة ورا سنة ورا سنة لحد ما 2014 كانوا في الدوري البرازيلي وشوف كان هيتأهلوا، فيعني شيء محزن أكيد. نعم بالتأكيد الأخبار المحزنة كانت هذه في بداية وقفة فقرة التحليل. كابتن أيمن كما درجة العادل هذا البرنامج أن يقف مع الأسماء، أن يقف مع اللاعبين، مع التسجيلات ومتابعة أنديتنا، ونطرح تشكيلة خاصة بنادي في كل حلقة، ونتدرج مع كل الفرق حتى نغطي كل فرق الدوري الممتاز. بالتأكيد حركة التسجيلات تواصلت، الهلال الأبيض بالتأكيد إعادة أو التمديد للقائد للاعب اللي استحق مهند الطاهر أكيد كان حدث بارز يا كابتن. لا أكيد ما في كلام، الدو سنتين والتجديد للحارس حافظ، لكن إحنا عشان كنا اشتغلنا الحلقة الفاتت على أهلي شندي نكمل آخر تسجيل على أهلي شندي إيفان، بعدين إيفان حندخل بعد ذاك في هلال الضبير، لأنه في حادثة غريبة جدا، في لاعب اسمه إيفان كان في أكاديمية بيوغندي بيلعب في الدوري الكيني، كان في سباير قبلها لفترة طويلة، والصحف اليوغندية كلها يعني تكلمت عنه بعقد مغري جدا موجود مع الأهلي شندي، شايفين إداريين الأهلي شندي في الصورة وقع، لكن حقيقة الأهلي شندي عنده ثلاثة لعيبة أجانب أتاك و فده عمل تساؤل إنه وإيزي كال أيوة واللاعب الجديد جونيور الساحل العاج، فبنشوف لكن معه يعني دي الصورة من الصحافة اليوغندية كواكو الصحيفة الأكبر الأشهر عندهم يعني منزل الصور، وعبد المهيمن وزاكرام وإنه هو وقع للأهلي شندي كلهم مفتكرين إنه الأهلي شندي، لكن اتصلنا بعبد المهيمن الليلة وأكد إنه لا إحنا لأنه خاناتنا الثلاثة مليانة فهو راح للنيل، راح للنيل هو هما بيقعد عندهم ثلاثة مهاجمين أتاك وإيزيكال وأيضا جونيور لكن هو كان حقيقة صانع ألعاب مميز جدا، يعني إسباير في 2009 اختاروه من وسط مجموعة كبيرة جدا، عملوا أكثر من 20,000 بحث واختاروا منهم عدد من اللعيبة زي 30، هو كان من ضمنهم، هو اللي عنده الكرة، يعني هو صانع ألعاب مميز، ربما هم فضلوا إنه يشوفوه أول مرة، لكن يعني كل اللمسات وكل لقطاته ده مع منتخب الأورغواي في مع سباير، هو لاعب مع فريق سباير ضد منتخب الأورغواي تحت السن الناشئين، يعني مميز جدا بنشوفه هنا في تزيد، لكن أميز حاجة عنده باص الجون، يعني دي الحاجة ربما كانت تكون إضافة كبيرة للأهلي شندي، هنا بنشوفه كل الفرق تشكيلة ده مع ميلان ناشئين ميلان دي مباراة أخرى مع ليفركوزن، يعني اللاعب لأنه بنفتقده كثيرا في ملاعبنا اللاعب البدي باص الجون، حتى هو ذاته متكلم انه الاهلي شندي خطوه عشان امشي اوروبا وكده، يعني لما يلقى روحه تمام في النيل نحن قبل بنتكلم على الصوره ووجود عبد المهيمن ولما تاخر الرد كابتن ايمن وانه الصحف تكادست ان شندي كنا حيكون في شو في اعاره هو بالضبط لا يعني شوف الباصات يعني عنده حقيقه كان لمسه بالذات هم عندهم ميزيكال والجونيور كان ممكن يكون اضافه مهمه جدا بالنسبه لهم ويكون كصانع العاب، دي كانت اللقطات الماضيه مع ليفركوزن يعني كلها مع سباير كان بيلعب ضد اقوى الفرق كل التمريرات يعني كابتن ايمن كانت بالقدم اليسرى يعني بالضبط لا هو لفتاوي بيلعب في الوسط والميزه الكبيره انه بدي بخط المهاجم في دائما في وضعيه انفراد، دي مع فرنسا تحت 17 سنه المباريات الفاتت دي برضو لقطه مع فرنسا، يعني شوف بيستلم هو اللي سلم الكره في الاول بدت منه الهجمه ورجع ثاني هو اللي استلمها وبدي يعني دائما عنده التمرير السحر، واللعيبه اليوغنديين ديل يعني كنز احنا لسه ما اكتشفناه، ده مباراه مع ايرلندا منتخب ايرلندا برضه شوف الباصات يعني شوف جمال سالم في المريخ الباص ده مش تكرر يا كابتن ايمن الان الصوره تبقى الاصل في كثير من المباريات بيعمل صناعه بخط المهاجم واحد لواحد مع الحارس انت وضميرك يا اخي جيب جول يعني كانه بيسلمك هديه بسلمك مفتاح، وانت كنت تكلمت عن انك عايز تختم تسجيلات اهلي شندي الان ما مع بالضبط الحقيقه مع النيل يعني لكن كان لانه فارغ كل الصحافه اليوغنديه تكلمت انه هو في الاهلي شندي وعقد مغري وكذا، لكن المفاجاه كانت انه هو حقيقه في النيل وما معروف هل هو ممكن يكون النيل في ذاته في الممتاز ولا النيل في الدوري الاولى بشندي حقيقه لاعب يعني لاعب صغير في السن 21 سنه من سباير مشى الدوري الكيني ومؤمل هو ذاته يمشي اوروبا، ربما لو لقى روحه في الدوري الاولى في شندي ربما كان قال يروح يلعب في الممتاز في الاكبر المباراه، لكن
يعني هو طبعا مستوى اللي بيحكم، لو مستوى ظهر بشكل جيد جدا زي ما كان مع اسباير ممكن يكون موجود مع الاهلي شندي في التسجيلات القادمة. لا طبعا لو كان في الممتاز بيكون بالتاكيد افضل بالنسبه لهذا اللاعب، واهلي شندي كان مشارك افريقيا بالتاكيد المساله محتاجه لكثير من التوضيح يا كابتن ايمن. بالضبط كده. في اسباير تحديدا في واحده من الجولات انا يعني في حديث كان مباشر في زياراتنا لقطر انه سباير اوفدت موفدين لافريقيا في الاكتشاف مواهب، اظن من واحد من ضمنهم ايفان. لا ايوه هم اخذوا 2009 اخذوا 20 فهو واحد من ال 20 يعني ثلاثه بس من يوغندا تم ضمهم، ف يعني ما حاجه سهله، اختبارات فيها الاف يعني في كل الدول غريبه ما جونا هنا ما ما ما, ما عملوا اختبارات عندنا هنا يعني المره الجايه ممكن يجونا و لا لازم يجونا لازم يجونا مواهب مميزه لازم يكونوا موجودين تكيد. لكن اكيد يعني ما سهله الاختبارات، بعدين انك تلعب في اكاديميه مؤسسه جدا زي سبار شفنا ضد ميلان ضد باير ليفركوزن يعني تلعب مع الافضل في العالم منتخب فرنسا تحت 17 سنه منتخب شفنا ايرلندا يعني لعب مع فرق كبيره جدا وممكن لمسته مميزه جدا ممكن يركزوا على الموهبه والتعليم يكون صح تكتمل المساله الخامه موجوده وتتعلم صح اعتقد انه حتكون في مواهب كبيره حتمر عبر بوابه اسباير ما في شك نحن حننتقل لهلال وبيض اللي حيكون محور الحديث في التسجيلات هلال وبيض بعد ان ضم كوني هلال وبيض جدد لمهند وللحارس حافظ وبالتاكيد دفعه معنويه حتى مهند تكلم كلام طيب انه عايز يبرز بشكل مختلف افريقيا مع هلال وبيض لا اكيد حديم خبره كبيره جدا مهند مع الهلال صولات وجولاته مع المنتخب السوداني وانجح صفقه بعملوها هلال وبيض بالنسبه لهم يعني سنتين قدم لهم فيهم مستوى كبير جدا مهند قاد الفريق ككابتن كاخلاق داخل الملعب وخارج الملعب واداء ما بس انه بس خبره لا هو كان الافضل في حتى المباريات الاخيره لحد نهائي كاس السودان ويستاهل يعني مش سنه سنتين زي ما ادوا فعلا عشان يعني حتى كان في كلام انه ربما يعود مره اخرى الى القمه لكن هو فضل البقاء مع هلال الابيض وحقيقه هي تجربه مميزه جدا تستاهل انه هو يكون موجود معهم. نعم نحن بنسعد بنكون معنا الكابتن ابراهوما ابراهيم حسين. كابتن مساء الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على استاذ حبيب ومرحبا بضيوفك الكرام. نعم اهلا بك ابراهوما وسعداء بوجودك معنا عبر الهاتف وكان عندنا وعد في الاستوديو ما حنتكلم عنه. والله انا 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 طبعا قدر ما يعني نعم يعني يكون عندي اتصال معاكم بكون خجلان لانه انا عندي اتصال معاكم يعني وكل ما اضرب قاعد اعتذر يعني وبرضه يعني انا برضه بعتذر لكن انا اوعدك بعد الفتره الاولى بتاعت الاعداد يوم 15 ان شاء الله نعم انا اي وقت حاضر وجاهز ان شاء الله. نعم ابراهيم دي امام الجماهير يعني بالشهاده كابتن روما بالتاكيد مجهودات كبيره في الموسم الماضي بالتاكيد علامات فنيه رائعه لهلال التبلدي ما في شك وبصمات رائعه والان دخلتم في معركه التسجيلات ايضا بقوه، حدثنا عن هذه الاضافات بالنسبه لك كمدرب خاصه وفريقك الان سيكون تحت الاضواء الافريقيه. طيب بسم الله نحن حقيقه يعني يمكن الناس في البدايه يمكن يستغربوا في حديثنا يعني انه نحن ده مشروع ومشروع مربوط بالسودان مربوط بالبلد اللي مشروع ومشروع كبير ومشروع هادف فدفنا انه كيف نقدر نطور لو نجحنا يعني الحمد لله ولو فشلنا يكون عندنا الحق الاجتهاد الحمد لله بدينا بخطوه ثابته وبدينا يمكن يعني بتوفيق من ربنا انه ربنا وفقنا في البدايه دي هي بدايه يعني احنا بنقدر نقول مشوار لكن مشروع هذا هو مشروع اجتماعي مشروع خيري مشروع هدفه تطوير الكره في السودان مشروع انه بدي الحاجات اللي احنا اهدافنا والحاجات المؤمنين بها نجتهد في مصلحه المنتخب السوداني نقدر نطور المنتخب ونطور الناس الموجودين عملنا عمل اجتماعي العمل الاجتماعي كبير جدا جدا ودي بدايه له وحيكون يعني لو لاحظت احنا حنبدا في الابيض ودي بدايه
بدايه لاول مره يمكن لانه ده فريق الامير وفريق المنطقه. نعم. يجب انه الفتره الاولى الناس يشاهدوه ويشوفوا يطمئنوا على فريقه ونشوف النجوم موجوده. نعم. عملنا اضافات ايجابيه باعتقادنا احنا كجهاز فني بتعاون تام بتنسيق تام مع مجلس الاداره، كل اللعيبه طلبناه والناس اجتهدت وتفقوا. يمكن لاعب او لاعبين ما توفقنا في ضمهم، لكن ممكن تقول النسبه 98% من الناس من اللاعبين اللي احنا مؤمنين وكنا مقتنعين ان هم يكونوا اضافه. اضفنا الان عندنا اربع حراس في حراسه المرمى، اضفنا احمد بيتك وزكريا وعنصر الشباب، اضافه لحافظ يمثل اليوم، اضفنا جددنا لحافظ هو يمثل الخبره، اضافه لاحمد يعني في كل خانه اضفنا لاعب، اضفنا لاعب واضافه للاعب شاب، اضافه للاعب اللاعب الاول لاعب خبره، ثاني لاعب شاب، لاعب رديف. والحمد لله اليوم اللي حافظ لمهند، مهند هو الرمانه بتاعت الفريق، هو روح الفريق، هو اللي بيمثل الروح والاخلاق والادب. نعم. وهو مؤمن بالمشروع اللي احنا بنقوم به. نعم بالتاكيد. تأكيد كلام جميل أن يكون هذا يعني إبراهوما وهلال التبلدي إدارة ولاعبين، هذا الأمر يكون مشروع، يعني ده مبشر، لأنه عادة أنديتنا لا تصبر على المشاريع ولجن الثمار الحقيقية. إبراهوما، خطتك للإعداد واستعدادك للنزال الإفريقي؟ الإضافات حقيقية. أضفنا كرونجو، حسن كرونجو، عبد الرحمن، احتمال قدر أن نضيف إبراهيم أكوني لاعب أذك العادي مدافع، وأضفنا في الوسط نصر الدين الشغيل، أضفنا أبو بكر وهاج من حي العرب، وأضفنا معاد الجوز نجم بشرح قيمة كبيرة، أضفنا نوب لاعب إلى الكادوغلي. الاضافات هي اضافات عندنا احمد جلال لاعب الرابطه، لاعب منتخب وشاب ويتمتع بمهارات عاليه. احنا بنبدا خطوه خطوه، ما مستعجلين، حريصين في انه اعدادنا يكون اعداد مثالي، يكون في فتره تتراوح ما بين 40 ل 45 يوم. لانه نحن يمكن عاده لعيبتنا اللي بيكونوا معنا في الكشف كلهم قاعدين يشاركوا، ما عندنا لاعب ما شارك معاه في الدوره الثانيه في بطوله الدوري. بنكون ملزمين بان نلعب كل اسبوع مباراه في البطوله الافريقيه لو مشينا في المشوار اطول، عشان كده حنعد كل لعيبتنا حيكونوا هم جاهزين والمشاركه حتكون بالمداوله. امالنا كبيره، وانت تشاهد انه نحن بنحمل امال بتاعت ملايين، اضافه لانه الان نحن يمكن مقارنة بالدور الممتاز نحن اعلى كل واعلى جمهور. ما بيرضى جمهورنا غير انه نحن نقدم كل ما عندنا. ايماننا بالله قوي، ايماننا بالبلد، ونقدر نساعد في انه تكون الاربع فرق هي دائما من الفرق الممثله، وخصوصا انه العام الماضي الفرق بدات تخسر من الادوار، يمكن تكون في مشكله انه اداك يتخفض الفرق، عشان كده لازم نجتهد اكثر واكثر عشان احنا نكون في ثباتنا السودان في الاربع فرق. نعم ده كلام طيب يا كابتن ابراهوما، وبالتاكيد الطموحات تزداد. نحن نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لك ايضا التوفيق مع هلال الابيض في المشوار الافريقي، وتحققوا ان شاء الله البطوله، وتمضوا بعيدا ان شاء الله باحلام جماهير الابيض وجماهير كردفان وجماهير كل ابناء السودان. شكرا جزيلا كابتن ابراهيم. كابتن خيرك، شكرا. شكرا جزيلا. تاكيد يعني هلال التبلدي بهذه الوضعيه الان العيون بتنتظر اكثر، يعني الموسم المميز بيفتح الباب كابتن ايمن لامال عراق، بيفتح الباب لتساؤلات كثيره، واعتقد انه
تسجيلاته موفقه الى حد كبير. لا الى حد كبير، الى حد كبير، بس هو ما عارف قال احتمال كوني كنا عايزين نقول له اذا لاعب ممتاز جدا جدا نحن نقول له لازم كوني يكون موجود. حنشوفه معنا كمان على الشاشه مدافع، لانه شفناه يعني مع اسك كان موجود، لعب 6 مباريات في دور المجموعات ضد الاهلي المصري وباقي الفرق في المجموعه، لاعب ممتاز جدا. كان نجم المباراه قدام دي، مباراته امام الاهلي المصري كان افضل لاعب في المباراه، يعني لاعب ممتاز جدا بالقدم اليمنى واليسرى، وما ما اهم شيء ما بيرتبك، يعني مهم جدا في لعب في لعب المدافع يكون عنده ثقه في نفسه. هنا بنشوفه نمره 15 بيستلم الكره وبيمشي بها، يعني دي ميزه كبيره جدا مفقوده عدد قليل جدا في لعيبتنا السودانيين. صح ممكن تكون التمريره ما مشت، لكن في احيان كثيره جدا مهم جدا اللاعب العاقل، شوف بيستلم الكره ممكن كانت طايره في التماس، ومدربين كتار بيقول لك طلعها طلعها بس من هي، لكن حاسه الكره الحديثه مهم جدا انه اللاعب يستلم كورته ويمشي ويزيد، يعني دي حاجات كلها مهمة جدا بالنسبة للاعب الكرة. 26 سنة لاعب عنده خبرة أفريقية، ممكن يكون لأن هم بلعوا ببكري بشير وسفاري، والمباراة الأفريقية طويلة جدا ومحتاجة لاعب خبرة قدم مستويات مميز جدا. بتشوفوا هنا بيضغط، لاعب قوي جدا بدنيا وبيضغط بشكل مكثف جدا، عنده ثقه كبيره في نفسه بالضبط، عنده بتشوفه بتقدم هنا في الركنيه وبيخط الكره في الشبكه، دي برضه ممكن تكون ميزه اضافيه. يعني محتاجين خبرات زي دي، هم عندهم خبرات جيده، لكن في خط الدفاع انه يكون عندك لاعب ليدر زي لاعب كوني ابراهيم ممكن يكون اضافه مهمه جدا بالنسبه لهم. من اسك في لقطات كثيره جدا بنشوفه بيتدخل بياخذ الكره، بيحمل الزياده العدديه، يعني هو لاعب مدافع الاصفر بالضبط كده، مهم جدا في المدافع القدره دي انه يقدر يشوف اللاعب الزميل وين، يقدر يمرر الى زملائه، دي حاجه لانه مفقوده عندنا، يعني قليل من اللعيبه اللي كان عندهم القدره دي انهم يستلموا الكره ويطلع. امير كمال مثلا مميز في الحته دي لانه اصلا بيلعب في الوسط، لكن محتاجين كل ما يزيد المدافعين، لانه دائما لعيبه الوسط والمهاجمين مهاريين بطبعهم، يعني شوف هنا الاستلام الهدوء، الوسط والهجوم اصلا مهاريين، لكن المدافعين هو دي الحته الوحيده اللي اخذناها عليه الكره العاليه، هناك شوفوا بياخذ الكره، هنا المهاجم بيطلع عليه هو لانه نسبيا قصير القامه، هنا بنشوف المهاجم بيطلع بياخذ الكره، والحكم حسب لي فاول لكن ما كان فيها شيء، هنا برضه كره عاليه اخطا فيها لكن رجع ثاني وصلح خطا، يمكن دي الحاجه الوحيده، لو ما الحته دي ربما غالبا كان يكون محترف في اوروبا، ربما دي تكون حته النقص الوحيده اللي لاحظناها عليه. كابتن ايمن بامانه واحد من افضل اللاعبين ومن افضل الاسماء اللي رشحت لانديتنا في هذا الموسم، يعني من خلال المشاهدات، من خلال الفيديوهات، من خلال لاعب، وانا اتمنى انه ابراهيم يعني هم ما اعرف مترددين يعني. هم عندهم خانتين ربما لسه بفتش في مهاجم، لكن هو لانه وصل له كم يوم موجود في السودان هنا، فحيكون اضافه مهمه جدا جدا بالنسبه، ممكن هو وبكري بشير يكونوا ثنائي ممتاز جدا في خط الدفاع بالنسبه لفريق يلا. نعم لا لاعب صاحب امكانيات، لاعب رهيب جدا، واضح الثقه، واضح كل الأشياء الفنية اللي بتظهر فيه، جاهز للمباراة الأفريقية. نعم أفريقيا يعني بالضبط، حس الموسم الفات كان واصل مع أسك في دور المجموعات، فجاهز جدا، لأنه أصعب شيء بالنسبة لفرقنا هو الدور التمهيدي. ما بيكون لعبنا كثير في الدوري، لعيبتنا لسه ما دخلوا في الجو، محتاجين جدا لعيبة زي ديل يكونوا، عشان أنت لو عديت التمهيدي بتمشي بدك تكون الدوري بخش وبسخن وانت ذاتك، لكن احباط كبير جدا هو الخروج من الدوري، وبيأثر على البطاقات الخاصه بفرص انديتك، وانت ذاتك تكون صرفت قروش كثيره ومعسكرات طويله جدا 45 يوم وخلاص جيت طلعت بتبقى لك مشكله، بالتاكيد عندها مرارات كبيره جدا. احنا نتوقع تشكيله لهلال وبيض يا كابتن ايمن؟ لا يعني خدتنا التشكيله المتوقعه، كنا نتمنى ان نسمع ابراهيم وعنده حافظ وزكريا، وزي ما قال احمد بيتر ضماه واحمد 4 حراس في حراسه المرمى، بكري وسفاري، غالبا لو كوني بقى موجود حيكونوا هم في خانه، غالبا بكري يكون موجود معه الاثنين، ويكون كوني اساسي. ايوه ويكون كوني اساسي، عنده الخانه اليمين النيل وحمزه بعد غياب دي اقل من ما كان فيها التاج، الناحية اليسرى فيها علي اللي كان بيشارك وحسن كورونجو، لكن برضو أقل من السماني، يعني الظهيرين لسه عنده لعيبة لكن أقل قليلا من الناس اللي غادر. يوسف 6 غادر، الشغيل حياخذ محله، لاعب بلاعب من نفس المستوى، لعيبة ممتازين الاثنين، نيلسون ومفضل حيكونوا على الخانة الثانية في الارتكاز،
قدامهم حيكون في فيصل موسى قدم مستوى ممتاز الموسم الماضي، وأبكر لاعب ممتاز جدا مع حي العرب وساهم في تأهيلهم، مكورو ما في كلام على الناحية اليمنى، وفي عبد الرحمن كورونجو برضو لاعب ممتاز جدا كان من أفضل اللعيبة الموسم الماضي وسجل أهداف. الناحية اليسرى مهند، ومهند بيغيب للإصابات للسن، فمعاز الجوز برضو موجود، الاثنين كلاعب ممتاز جدا ضموا من الخرطوم الوطني. في المقدمة نوبو ضموا من هلال كادوغلي، وفي ماهر أصلا نجم المنتخب الأولمبي معه. فالتشكيل عموما ممتاز جدا، المركز الوحيد اللي ممكن تقول فيه كلام هو خط الهجوم، كان ممكن يتم دعمه أكثر أكثر لعيبة، يعني دي لأنه مشكلة في الكرة السودانية تسجيل الأهداف، هم بيفضلوا دائما اللعيبة الظاهرين المميزين في دورينا. كان أخذوا ديكور موسى من من المريخ كوستي وكان هدافهم 7 أهداف، لكن حسوا ربما المباريات الأخيرة كأس السودان ما سجل، إنه محتاجين لاعب أكبر. ضموا نوبو وكان متألق مع هلال كادوغلي، لكن كان ممكن تكون برضو لسه في إضافة بالنسبة لي. لكن عبد الرحمن كورونجو ممكن يلعب مهاجم، معاز الجوز ممكن برضو يلعب مهاجم، لكن كان ممكن يكون في مهاجم تقيل شوية أكثر، نعم خاصة إفريقيا يعني بالضبط إفريقيا. لكن عموما تشكيلة جيد، لسه في أحمد جلال وفي مرتضى عبد الله، في لعيبة ما ذكرناهم، لكن تشكيل عموما فيها وفرة في المراكز، وإن شاء الله يقدموا لنا موسم زي الموسم الماضي وأفضل إن شاء الله. نعم دي أمنياتنا كابتن أيمن. وبنتحول مباشرة للعالمي، العالمي وتخلي بدايتنا تكون بالدوري الأسباني، وكثير من الأحداث في الدوري الأسباني. يقول ريال سوسيداد وبرشلونة طبعاً واحد التعادل، أول مرة فريق تفوق على برشلونة في الاستحواذ وفي التسديدات، يعني دي ما بتحصل من 2008 غريبة شوي. بالضبط من 2008 ريال مدريد دي آخر مرة، يعني 52 مقابل 48، 18 تسديدة مقابل 10، 6 في المرمى، 2 فقط لبرشلونة، حتى في التمريرات 378 مقابل 326، يعني حقيقة السوسيداد هو عموما عامل عقدة لبرشلونة. آخر 6 سنين 5 خسارات وتعادل وحيد، آخر مرة غلبوه قبل 10 سنين ميسي كان 19 سنة لما فازوا عليه، يعني فمشكلة كبيرة جدا. وما بس كانت كتعادل، يعني فقدوا نقطتين والفرق زاد من ريال مدريد، لكن الأداء، يعني أنريكي قال ده أسوأ أداء في فترتي في السنتين ونص، وغاضب كمان أنريكي على اللاعبين وتصريحاته أيضا ومعاتبته. لكن جاءته أخبار جيدة كابتن أيمن بعودة أنيستا، أنيستا بشكل دعم كبير للفريق، لو حتى في كلام ربما يكون موجود، رغم أنه صعب يكون موجود كأساسي في مباراة الكلاسيكو القادم، لكن أكيد كونه هم ميزتهم برشلونة بنزلوا تمرين كل يوم مباشرة، أفضل الأندية أفضل أندية عديد على السوشيال ميديا، ما في نادي مباشرة بعد التمرين بساعة يكون التمرين موجود وحنشوفه معنا، يعني تمرين الليلة، فكون تشوف إنيستا موجود دي حتكون أكيد. الحارس أيضا يالتسن، الحارس الهولندي موجود زي ما شايفينه قدامنا بعادي للتمارين وموجود إنيستا، ده بالذات إنيستا كونه في الملعب دي حتكون، أرض توران برضو عاد وجاهز تماما للمشاركة في المباراة، يعني دي حتكون كلها يعني أخبار جيدة لعشاق برشلونة، خصوصا بعد المستوى أمام سوسيداد. ورغم اللعيبة ضموهم ما في لاعب حتى الآن قدر يعوض غياب إنيستا، رغم دينيس سواريز كويس، أردا توران موجود، لكن رافينا، لكن إنيستا يعني الرسام كما لقبونه، ما في كلام ما في إنه فقدوه جدا بالذات الـ MSN، يعني بيحرك الـ MSN ده باللمسات الساحرة. وعندنا معلق زميل في واحد المباراة قال اعتبروني خارج النص، قوة برشلونة كان نسى كل الأسباب، كان يتحدث عن إنيستا كسافي في أيامه لما كانوا على الاثنين، وأظن محق لدرجة كبيرة القوة من الوسط على للإمسين في المقدمة، في مقارنة وفي تأكيد كلاسيكو خاص ما بين العملاقين النجمين الكبيرين بين كريستيانو رونالدو وميسي. كابتن أيمن لا خلاص احنا دخلنا في حمى الكلاسيكو من الليلة، وإن شاء الله الخميس تكون حلقة خاصة عن الكلاسيكو. دي المباريات اللي لعبوها الاثنين ضد بعض ضد الفرق، يعني ميسي لعب 32 مباراة 15 فوز 21 هدف ضد ريال مدريد، 9 كامب نو 12 في سانتياغو، صانع 13 هدف،
رونالدو 25 مباراة لكن بيلفتك على انتصارات قليل جدا، 7 انتصارات فقط. نعم. لكن هو يعني التيم اللي كان لاقى برشلونة في عزه يعني دافي ياستا وميسي وهاي بالضبط كل النجوم 16 هدف، لكن مسجل اهداف اكثر من ميسي في الكامب نو، المباراة في الكامب نو 10 مقابل 9 غريبة انه في الكامب نو بالضبط مسجل اهداف كثيرة جدا. ويفرق طبعا الصناعة 13 هدف بالنسبة لميسي وهدف وحيد. نعم. بالنسبة هو ميسي تجاوز دي ستيفانو ووصل لل 21 رونالدو الان في سباق عشان 16 ولسه نتوقع انه الاثنين حيسجلوا اهداف جميله. احنا قلنا نبدا الجو الكلاسيكو نذكر بالاهداف نعم ورونالدو جميله جدا السجلات في المباريات القديمه بدفس في كاس السوبر يشوف الطريقه الشاله بها رونالدو من غريبه يعني ويشوف الهدوء انه يقيف وينتظر رغم انه في لاعبين وفي حارس يعني بكم من الأهداف الجميلة صناعة الطريقة الشالبة الكرة هي اللي خلقت الفرصة والطريقة الغريبة في أول قدومه إلى مدريد عانى في إنه يسجل أمام برشلونة لكن بعد كده بقى معتاد يعني في زميل في الكنترول قال لي محظوظ ظاهر إنه بشجع برشلونة لا 16 هدف ما 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 بيجي بالحظ يعني هم الاثنين اذا ميسي 21 ما ممكن تقول حظ اذا 16 ما رونالدو ما في كلام على انه الطريقه اللي اخذها ممكن في التسديده يعني فالديس كان فعلا ممكن لكن هو الطريقه اللي بتمهل اي زول حيكون مستعجل هي ما 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 جات معه كويس التمريره الاولى ولكن عمل عليه وسدد بقوه والكره انتهت في المرمى بالنسبه لريال مدريد يعني اكيد هو بالذات في غياب جاريث بيل حيكون هو عليه الكلام. ميسي برضو بالنسبه لبرشلونه رغم انه الام اس ام موجودين لكن الاعتماد بقى اكبر على ميسي لا وضح. حاليا هو 9 اهداف قلنا الارجنتين برشلونه بيجوا اعتماده 9 اهداف في ابطال اوروبا و9 هدف الجميل جدا 2012 هدف التاريخي لا ينسى. يعني بالضبط مره من الفريق كله ريال مدريد كله يعني الحارس بيعاتب فيه كاسياس وين الناس وين الدفاع يعني حقيقه كان الكره دي بيبي ايام طبعا مورينيو كان خاتيل بيبي ماسكه مراقبه فلحد ما اطرد بعد كده خلاص ميسي كان جاب هدف وده كان الهدف الثاني المرور والمهارة الكبيرة جدا والسرعة هم خايفين من ركلة الجزاء أعتقد أي لا يعني لكنه بدأ من بدري خالص يعني من خارج منطقة الجزاء بكثير يعني فأكيد موعودين السبت كل العالم كل الأنظار حتكون نعم عالم. يعني مباراة كبيرة مباراة أرقام وكلاسيكو عالمي على أعلى مستوى وإن شاء الله الحلقة القادمة الخميس مساحة كبيرة كبيرة جدا إن شاء الله الخميس للكلاسيكو إذا انتقلنا لدوري الإنجليزي وخلينا نجي في محطة كريستال بالاس زعلان خلاص انتظر المنتخب كثيرا الآن يتجه إلى إفريقيا يتجه إلى موطنه الأصلي ده خبر سعيد جدا جدا انه موجود رئيس الاتحاد ومدرب الفريق وزها خلاص قدم رسميا انه يكون موجود مع ساحل عاد وحيكون غالبا في بطوله افريقيا القادمه اضافه كبيره إضافة جدا كبيرة للافيال جدا جداً. لا لاعب ممتاز يعني لاعب اخر لاعب اشتراه السير أليكس فيرغسون ضمه يعني قبل ما يستقيل مباشره لكن ده. ما لقى نفسه في فريق مانشستر يونايتد لاعب صغير ومو محتاجين طبعا تأدي في كل المباريات لكن كمهاره ما في حاجه والموسم ده بيقدم افضل مواسمه مع كريستال بالاس الغريبة هو كان منتظر انضمامه للمنتخب الإنجليزي فساوثجيت ما ضمه وضم تاونسند الاحتياطي بتاعه هو زعلان يعني زعلان دفع. جدا جدا على العملية دي ومباشرة أعلن أنه خلاص زهج وأنه حينضم إلى الأفيال ودي حاجة سعيدة جدا بالنسبة للقارة الأفريقية كلها لاعب بالمهارة دي يعني أولادك يرجعوا ويقدموا هو عمره 4 غادر ساحل العاج ومشى إلى إنجلترا فجد حس في المباراة سوانسي آخر مباراة جايب هدف وصانع هدف هو يعني متألق بشكل كبير هذا رغم أنه كريستال بالاس يعاني لكن هو أفضل لعيبتهم الموسم ده عادة هو دائما بيقول لك ما عنده end product بيعمل حركات وكده لكن اللمسه نعم. الاخيره لكن الأخير. الموسم ده مسجل اهداف كان بيتقال عن الكلام ده في مانشستر يونايتد وده يمكن الادى لرحيله هو كمان يعني لاعب قوي العزيمه يعني اللعيبه دائما بتقعد في مانشستر يونايتد حتى لو ما لعبت العب كم مباراه بس مع مانشستر يعني لكن كونه ياخذ القرار ويرجع كريستال بالاس ويرفض المنتخب الانجليزي ويمشي منتخب كوت ديفوار معناه هو عنده عزيمه قويه جدا ولاعب حاسم يعني بالضبط يعني اتخذ قراره ما عايز يلعب منتخب يعني يتمنى خصوصا انه جيرفينيو كابتن المنتخب اصيب وما حيكون موجود في كاس افريقيا فهو شبيه لجيرفينيو فكونه يكون موجود مع ساحل عاد اضافه كبيره جدا للافيال في مباريات منتصف الاسبوع كاس الرابطه الانجليزيه بالتاكيد
كابتن ايمن المباريات ولد ثلاثه ليفربول ليدز يونايتد بعد يعني خمس دقائق حتبدا ليفربول وليدز ايضا هال ونيوكاسل. طبعا ليفربول مرشح بكثافه, ايضا نيوكاسل مرشح. يعني ماشي بشكل ممتاز في الشامبيونشيب رغم انه هال سيتي في الدوري ممتاز, لكن نيوكاسل معاهم المومنتم ماشي معاهم كويس. بكره ارسنال ساوثهامبتون ومانشستر ويست هام اعاده للمباراة. مانشستر حيعوض يا كابتن ايمن ولا بعيد 11 في وبدت بيسوي ويست هام يعني بعد المعاب اكيد حتكون مباراة. لو بدينا بليفربول طبعا الصدمة الكبيرة كانت بالنسبة لهم كوتينيو واصابة افضل لاعب في الفريق بدون شك, واصابة حتى كان في كلام في البداية انه ربما ما يلعب الموسم كله, اصابة قوية جدا يتحدث كان عن 3-6 اسابيع لكن في كلام عن انه شهور. ده عمل يعني عمل الاسكانز وعمل يعني الاشعة وكده فبيقولوا 6 اسابيع, فدي حاجة مشجعة جدا بالنسبة لفريق ليفربول. الليلة مشى المستشفى ودي صور ونازل من العربية داخل المستشفى, فالحمد لله جات كويسة انه حيكون يعني لاعب ممتع جدا لكرة القدم مع البرازيل رائع مع منتخب البرازيل شاهدناه مع ليفربول. كابتن ايمن يمكن يعني حتى شكلت صدمة للعشاق وجاءت تصريحات من كلوب يعني حاول يطمن الناس. هو كلوب بيقول يعني انه احنا ما بنتأثر ويعني قال بعد المباراة انه صح هو حيغيب لفترة لكن انا عندي البدائل. المشكلة هو كان سهل انه يلعب ستوريج ويخلي فيرمينيو يلعب محله في الجناح, لكن المشكله حتى ستوريج اصيب الاسبوع الماضي يعني هو فاقد لاعبين, لكن في اوريجي وغالبا حيلعب فيرمينيو. اوكي لعيبه ممتازين واوريجي شفناه مع سندرلاند سجل هدف, لكن اللي بيعمله كوتينيو ما في لاعب بيعمل, حتى حنجيب بالارقام يعني كوتينيو اللي بيقدمه كوتينيو ما في لاعب زيه فيه, رغم انه فيرمينيو مميز, لالانا السنه دي ممتاز جدا بيقدم, ماني برضه اللاعب السنغالي, لكن كوتينيو حنجيب ارقام بالضبط. يعني عنده الميزه الكبيره جدا عنده لاعب 13 مباراة وشارك في كل المباراة مسجل 5 أهداف هو ثاني هدافينهم, لكن صانع 5 أهداف برضه يعني 10 أهداف مشارك في 10 أهداف غير السجل الخمسة, يعني ما صانع لكن بادي مشروع الهدف هو الأول في ليفربول. الأول في ليفربول صناعة فرص 33 فرصة حقيقية للتسجيل في 13 مباراة رقم كبير جدا, وهو الأول في فريق ليفربول والأول في الدوري الإنجليزي كله في صناعة الفرص. هذا والأرقام دي بترد على كلوب إنه بالتأكيد حيتأثر ليفربول, لكن ما فيك, لكن هو كمدرب يعني ما بقدر يقول هنتأثر وحنفقد الدوري, لازم يطمن الناس إنه يعني ويشجع اللعيبة الموجودين إنه أنتوا بتقدروا تغطوا. فهو لسه في لعيبة ممتازين لسه ليفربول حينافس, لكن ضربة كبيرة غياب كوتينيو. نعم يعني قبل أن أتحدث عن حديث سريع عن مانشستر يونايتد والترتيب المتأخر بعيد عن الكبار, بوجبا أظنه في موقف مختلف من خلال الفيديو القادم وعكس المدرب تماما, مدرب زعلان جدا جدا وبيشوف مورينيو رمى زجاجة الماء وأخذ عقوبة أخرى, لكن لا بيشوف بوجبا عمل إعلان لأديداس مركز خلاص. You will never be me. Never. You! I don't want to be you. I don't want to be anything like you. I don't want to play like you or dance like that. I don't want to wear your name on my back or see your numbers on my phone. Your flock of Insta finger likers, keep them. I'll get my own. I don't want your face or your fame. And I don't want to hear your name when I play my game. Don't want your signature or your signature moves. Don't want your glory, don't want your hype. Don't want your back page type. Your player reel ain't real to me. Your promo deal ain't really me. You will never be my commentary. Let me be clear. I don't want to be you. I just want your boots. لا الراجل بعيد خالص عن اجواء مورينيو, وحتى مورينيو المفروض يكون الغريب مورينيو يعني مجرد انه بوك باخذ انذار ضرب المويه واضطرد يعني ولا انذار على ضربه جزاء ولا كرت احمر ولا المباراه مستمره عادي, هو رغم انه عاوز طول عمره عاوز يدرب مانشستر يونايتد وليقى المدرب, هو من افضل مدربين افضل ثلاثه مدربين في العالم مورينيو بانجازاته, فبتستغرب عادي اوكي الفريق متعثر لكن حنرجع ويكون حماس يعني غريب غير مورينيو 2004 و2010 مع الانتر, يعني كان اللعيبه بحبوه واللعيبه بتحمسوا به واللعيبه بكونوا محبطين بتحمسوا به,
مورينيو ضغوط هنا كبيره جدا. شوف يعني مورينيو العكس يعني شوف، لكن ضرب المويه ضربه ممتازه جدا يعني طياره مسافه وطرد حتى يعني الاداره في مانشستر يونايتد بدات تقلق من 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 واضح انه هو في حاله مزاجيه سيئه جدا، العقوبات بتاثر، خوف انه تنتقل للعيبته لما اللعيبه كمان يصلوا في مرحله زي دي خلاص بتبدا الثقه تنزل اكثر وقت، لانه الفريق بيقدم حقيقه مباريات ممتازه جدا كاداء، هي بس النتائج هي حاليا تعادلات 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 ما قادرين يفوزوا، لكن كانوا افضل من ارسنال، كانوا افضل من ويست هام، كانوا افضل من بيرنلي، كل مباريات ستوك كان المفروض يفوزوا بكل المباريات دي. ده خلى بوجبا يقول شاعر انه قال في لعنه ولا الحص تخلى عنا، يعني انا اللاعبين بدهم يتكلموا عن الاشياء خارج الملعب. لا اكيد اكيد، حتى بعرف في تشوف صوره لمورينيو الليله في تمرين الليله ماشي، حتى انت بتشوف صورته بتقول الزول ده مدبرس كده، الزول ده يعني في 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 ضغوط، في في ضغوط كبيره جدا، ضغوط كبيره عليه يعني هو ذاته يعني. ما اللعيبه دائما السنين اللي فاتت بيقول لك انا مبسوط جدا انه بلعب مع مورينيو، كل الناستيري ولاعيبه الانتر كلهم، لكن يعني بتشوفه هو ماشي الملعب بتحس انه نفسيا متاثر جدا، الليله ماشي من طالع من لوري الفندق وماشي للتمرين، يعني بتحس انه ده بينتقل للعيبه. حاسه هازارد بيقول لك كويس كونتي واحسن من مورينيو، موسيس بيقول لك احسن من مورينيو، لعيبه يونايتد بعد شويه برضه هيقولوا كده، هيقول وده خلاص فترة الماضيه ده هياثر عليك انت كمدرب اكيد. يعني كان زمان اللعيبه كلهم بيحبوه مستعدين يموتوا عشانه، لكن حاليا اتعكست الايه تماما، بقى هو ذاته محبط والاحباط ماشي ينتقل للعيبه. نعم. نعم. لازم يطلع من الجوده. نعم. مورينيو سريع الغضب. ارسنال سانشيز لو وقفنا في محطه ارسنال واصل تالق، وسانشيز حتى يعني متابعين لرحلته الشك بالإصابة كابتن أيمن، التألق مع منتخب بلاده بشكل كبير، العودة والتألق مع أرسنال بالرغم من ما قيل يعني على سانشيز في الإصابة. لا خلاص هو بيجا مستر أرسنال، بيجا هو كان تييري هنري حقيقة، رغم إنه جيرود بيقدم مستوى لكن هو الأساسي، هو اللي هو بيقدم، سجل هدفين في المباراة وضرب القائم، يعني رغم إنه أرسنال شاد ثلاثة تسديدات بس في المرمى والثلاثة جوا أهداف، واحد ويلكوت هو هدفين، لكن حقيقة هو حاليا شايل أرسنال. الأداء ما على المستوى قبل نوفمبر، مباراة مانشستر، مباراة باريس سان جيرمان، وحتى مباراة بورتموث، لكن طول ما عندك لاعب زي ده بتحرك يمين وشمال في كل أرجاء الملعب، عندك جرود كبديل، لكن يبقى سانشيز هو الأميز، حتى في التمارين هو الأميز. نشوفه معنا بنقول روح التمرين للملعب يعني ما شك. بالضبط ده الليله نزلوا ارسنال اللقطات دي لسانشيز في التمرين بيستعدوا لمباراه بكره، لاعبين مباراه قويه مع ساوثهامبتون، يعني واضح الروح ولما تكون فايز والاحتفالات الاجواء بتكون مختلفه يعني بعدين هو يعني حقيقه بعد كده ممكن لو مضى وجدد ممكن يبقى هو الكابتن، هو الحقيقه الليدر، هو القائد بالنسبه لفريق ارسنال، وصعب يترك ارسنال او ارسنال صعب يترك سانشيز في هذا الوضع. لا لا هتكون كارثة كارثة بالنسبة للجانرز، يعني حقيقة لاعب فنان ومن زي يعني لعيبة أمريكا الجنوبية دي ما في زيهم، كوتينيو بيتكلم على ليفربول، بيتكلم على الموهبة موجودة، وكابتن أيمن يعني احنا الموهبة دي عندنا في افريقيا، لكن ما عارف لاعبنا محتاج شنو عشان هم بيجوا بالموهبة دي وبتثقل في اوروبا، يعني هو مشى أودينيزي وبرشلونة وجاء أرسنال لاعب مكتمل، لاعب جاهز تماما، يعني الموهبة تأخذ عليها كمان التكتيك الأوروبي، يعني بتديك حاجة، يعني احنا عندنا الموهبة لكن كمان ما زي أمريكا الجنوبية حقيقة، يعني ما جبنا مارادونا، ما جبنا بيلي، ما جبنا رونالدينيو، يعني عندنا وكوشا كانوا عبيدي بيلي، لكن ديك كمان صراحة في ليفل عالي جدا الأمريكا الجنوبية، سواريز وميسي تطلع في هذا المواهب. الدوري الإيطالي دوري الأحداث بالتأكيد المتألقة، سيموني كبير وديجو سيموني صغير، وقيادة لجنوة بالتأكيد الفوز على اليوفي، أكيد الأضواء الآن والحديث بدأت تتكلم يعني أنه في لاعب موجود هنا وقد تكون في انتقالات وفي أشياء، لكن المشوار مبكر يا كابتن. هو دييغو سيميوني قال أنا ما بقول لي ولدي ما نتكلم في الكرة نهائياً، بضرب بتكلم بتونس معه وبتكلم معه، هو لعب بالمناسبة أساسي لأن المهاجم الأساسي اللي جنوه مصاب، لكن قبل يومين من المباراة قال أبوه ضرب له دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو وقال لي أنت حتجيب جون وحتغلب اليوفي زي ما أنا غلبتهم سنة 90، أنت حتغلبهم
حتجيب جون في المباراة. دي رسالة عجيبة يعني، كان أداؤه الثقة ذاته يعني كبيرة جدا جدا، وفعلا في مباراة ما هدف سجل هدفين وثلاث أهداف، فوز تاريخي بالنسبة للجنوة. ذكرنا بفوز أبوه بس لأنه جاب جون زي أبوه بالراس بنفس الطريقة، يعني الهدف التاريخي المشهور جدا. الوقت داك شوف زيدان وكل النجوم موجودين في سنة 90 في والأجواء في ملعب يعني اليوفي، لكن الهدف بالراس لأنه الولد جاب هدف بنفس الطريقة ولكن المسافة أقرب شوية. طبعا الفريق كان 4 نقاط، فالهدف تاع سيميوني ده والفوز 1-0 خلى الفريق نقطة، وفي النهاية قدر إنه لاتسيو يشيل الدوري من اليوفي. يعني كان حاجة صعبة جدا جدا الوقت داك، زيدان وديل بير وذكر ولده بهذا يعني بالضبط، يعني قال لي انت وسجل. بس الغريب انه ما بسجله في اتلتيكو مدريد، لكن يعني اكيد هو مبسوط. حتى هو نزل الصوره اللي عرضناها قبل شويه دي، هو نزلها في تويتر دييغو سيميوني انه صوره ولده. يعني انت بتنجز في حياتك وتعمل حياه كثيره، لكن ما في حاجه بتفرحك زي نجاح الولد. يعني ما في شيء. وده دي المحطه الاساسيه اللي بتتمنى تتفوق عليك بالضبط، يعني ما بكون عندك شعور فعلا تفوق. ابو جاب جون، هو جاب جوني في فريق اليوفي. نعم. إيكاردي ايضا في دوري ايطالي متالق مع الانتر، ولو انه في تقارير تحدث انه انتر بيفتش عن 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 مهاجم وعايز يعمل صفقه وكده، وانتر بعيد عن اضواء دوري الابطال بالتاكيد. يعني جماهير انتر، نحن قلنا ميلان بدا يتحرك، فجماهير انتر ما حتصبر. ايكاردي واصل تالق، لا يواصل، فعلا محتاجين مهاجم ثاني. هو رغم انه ايكاردي متصدر ومتصدر هدافين الدوري ومتالق جدا، لكن وحيد اليد الواحده لا تصفق. هو سجل هدفين مع الفيولا مع فيورنتينا بالامس، تالق جدا، مباركات جميله جدا. فيورنتينا رغم الطرد لكن كافحوا، ثلاثه عملوها 2-1 3-2، لكن الهدف الاخير لايكاردي انها المساله في اخر الدقائق، وفوز مهم جدا عشان ما يبتعدوا جدا. بقى 21 فريق من الميلان في 29، 8 نقاط من روما، 8 نقاط برضو. يعني لسه في امل في الدوري الايطالي السنه دي مسخن جدا. يعني اليوفي بعيد ب4 نقاط، لكن روما فاز، بيقول الفريق بيناتهم 4، ده بيشعل بالضبط. الميلان وروما بيقوا قريبين جدا من، وخصوصا انه اليوفي اصابه ثلاثي الدفاع مصابين، تشيليني وبرزالي، وكمان اصيب عليهم بانوتشي، دانيال الفيز برضه مصاب، وضغوط كبيره جدا على أليجري في الدوري الايطالي. ما في شك صحه الانباء الى اي مدى ممكن تكون، ممكن تحصل؟ يعني يفكر الانتر، يفكر في كوستا، ديجو كوستا تشيلسي، لا صعب صعب. هم دايرين انه ما في مشكله، لكن تشيلسي يعني ابراهيموفيتش مستحيل يفك كوستا هداف الدوري والنجم الاول حاليا في الدوري الانجليزي. يعني صعب جدا الدوري الانجليزي، يعني في الاضواء وفي النجوميه وفي الاموال، ودي حاجه مهمه جدا للاعب اقوى كثيرا من هم احسن يعملوا زي الميلان. الميلان شنو جاب اللعيبه الشباب، لوكاتيلي ودوناروما وديخيلي، صبر عليهم بالضبط. ايوه حاليا بيجني الثمار احسن من انت تمشي تشتري نجم واحد بقروش كثيره جدا، لكن احسن تصنع لعيبه عندك يقودوا الانتر. لكن عموما اول فوز لبايولي في اول مباراه حتكون اكيد بدايه يعني على ملعبه، تعادل المباراه مع الميلان، لكن فوز بدايه ممتازه جدا. نعم بالتاكيد. احنا حنختم بالوقفات عربيه على ديربي الرجاء ديربي المغرب. الحديث على الديربي السلبي منه كان تكتيكي يا كابتن ايمن اكثر من انه متع الناس، ودي احيانا دي الدربيات ودي حساسياتها ما في شك. لا فعلا هم الجديد انه السنه دي الاثنين ماشيين بشكل ممتاز، ما كان الرجاء متصدر والوداد في المركز الرابع، فده سخن الديربي اكثر واكثر بيناتهم. على اساس الوداد اكيد عاوز يعطل الرجاء، والرجاء عاوز يمشي يواصل. السنه اللي فاتت الفتح الرباطي هو اللي شال منهم الاثنين الدوري، فكانت مباراه مسخنه جدا وفرص ضاعت، بس نقص يعني في المباراه الاهداف الرجاء طبعا بالابيض والاخضر والوداد، لكن مباراه حماسيه جدا، مباراه هجوميه. جميل في الكره المغربيه الهجوم، يعني الاثنين بيلعبوا. نعم. هي دي اللي كان بتحدث عن تقارير صحفيه انه الناس بيستمتعوا بالهجوم بالاهداف لكده، لكن قالوا التعادل السلبي انه ده تكتيك وده فهم دفاعي وده لجأوا للخوف. لا هي اكثر شيء حقيقي الفرصه، يعني شوف الفرصه دي مجهود كبير جدا بالنسبه لفريق الرجاء والصولي حنشوفه هنا. يعني لا يعني ده فرصة, فرصه كبيرة جدا الفرصة. شوف المهارة بين القدمين، وده مرتضى فال بنتذكره من المغرب التطواني مع الهلال، لكن اللاعب ده خد تالي وعلى الطبق، لكن جسده كله خاطئ، يعني وقفته كلها خاطئ، مشى بجسمه لسه قدمه اللي حتسدد متأخرة، وما بعين للمرمى وما بعين للكورة، فكانت
فرصة كبيرة جدا ضاعت بالنسبة لي. الرجاء كان الأخطر، لكن الوداد عنده بدلاء أفضل، وبدلاء هم كادوا أنه يصنعوا الفارق، وكاد أنه يفوز ويقرب الفارق من الرجاء، لكن ما قدر، بالذات الكرة الثابتة كانت خطرة. شوف الأجواء اللي تحس البرد والموية والمطر، يعني إحنا الوحيدين البعيدين من الحياة دي. لكن مرتضى فال كاد أنه على القائمة البعيد أنه يسجل. جميل، احنا بفضلنا دائما انه نكون متابعينهم، هم ديل اللي حيلاقون فروقنا، ديل اللي حنلعب ضدهم، ديل الدوريات اللي حوالينا، ونشوف وين مستوانا، وين ملاعبنا من الملاعب، وين محترفيننا من المحترفين من النقل. يعني خلينا نقارن بالقريب وبعدين ننتقل للعالميه. اذا كان ده بالرغم من الفرص دي، الصحافه المغربيه اشارت لانه تكتيكي، فاعتقد انه الناس زي متعودين على فرص بالجمله، متعودين على اهداف بالجمله، اصلا زي ما ذكرت انت كره هجوميه، يحب الكره الهجوميه. لا بالضبط، ما كانوا منتظرين النادي، بالذات محمد فاخر مدرب المغرب المشهور ومدرب الرجاء اشتكى انه ما عنده بدلاء وما قدر يغير النتيجه، واضطر انه يعتمد على صفر، لكن ليست سيئه بالنسبه لهم. 0-0 لسه هم في الصداره، في المركز الاول بفارق نقطه، لكن ان شاء الله المباراه القادمه يكون فيها اهداف الديربيات. نعم. نتحول لمصر الأهلي، استعاد الصدارة، انتصار على التعديم 3 أهداف وتألق لولي سليمان. بالتأكيد السباق أيضا الأضواء في الدوري المصري، وبالتأكيد الدوري المصري أيضا من قريب، وبالتالي نأخذ مثل هذه المحطات يا كابتن أيمن، الدوري المغربي على الدوري المصري، ونقارن بين هذه واليوغندي، وبنحاول نجيب منطقتنا والأوضاع الماشية كيف، والناس تكون متابعة اللعيبة، وتكون فعلا الأهلي اللي شفنا الزمالك يوم الأحد فاز 3-0 على المقاولون، برضو الأهلي قدر يفوز على التعدين. وليد سليمان زي ما قلت هو كان نجم المباراة، مسجل هدفين وصانع هدف ضربة جزاء، زي ما يعني وليد لاعب مخضرم جدا، قدر ما الأهلي اشتروا نجوم، لكن هو لسه مكانه. فقد مكانه في منتخب مصر بعد ما محمد صلاح والمحترفين المصريين الكتار اليومين ديل، لكن موجود مع الأهلي وبديم، يعني هم برضو لجوا للبدو، يلجوا للمدرسة التدريبية العربية يعني المصرية، حسام البدري في الأهلي، أحمد ميدو موجود، مؤمن سليمان في الزمالك، يعني برضو مشاكل الدولار وكده. نعم عندك مشاكل، نعم عندك هنا أقل موسم يعني يكون فيه. بس منتظرين كمان المباراة القادمة للزمالك ووادي دجلة، حتكون مباراة ساخنة جدا. أصلا الحضري غلط في كورة وميدو قال ما حيلاعبه، يعني عاملة ضجة كبيرة جدا في مصر، يعني هو حارس المنتخب وكذا، لكن غلط في كم كورة هوائية، فالمدرب يعني اعترض. لا شوف يعني كانت مباراة حماسية، نشوف الهدف الثاني، لأنه اللاعب ده كان في كلام كثير جدا على وجوده إنه يكون معنا، المهاجم جونان توي المحترف، بنشوفه هنا لاعب ممتاز جدا، كان مع الإسماعيلي والشباب السعودي، كان في كلام بالذات على المريخ أعتقد، لكن إنه في مفاوضات موجود، لكن حسام البدري يعني أبدأ تمسكه الشديد بينه بيه، خصوصا إنه إيفونا رحل وعماد متعب خلاص حيرحل، فهو تمسك به جدا، لاعب ممتاز جدا، كان حيكون إضافة مهمة لو جاء لملاعبنا. نعم بالتأكيد المقارنات في زي ما ذكرت أنت في المحترفين، في طريقة اختيار المحترفين، في الملاعب، وفي النقل التلفزيوني، وفي الاهتمام. وصلنا محطة الختام كابتن أيمن، شكرا جزيلا. شكرا لك حاتم، وشكرا لكل مشاهدينا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، أتقبل تحيات الفريق العامل، إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.